أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. انهبت الريح على بعضهم، امتنعت عيناي من الغمض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله. مستعدين الآن؟ مستعدين. حتى أنتم مستعد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليش لازم تقولون؟ السلام. قول اللهم صل وسلم عليه. المهم كيف كان وضع اليمن قبل الإسلام؟ من كان يحكمها؟ من كان يحكمها؟ يمن. ما عندكم بلقيس؟ بلقيس. بلقيس هاي من بين الحكام صح؟ بلقيس كانت من بين الحكام ملكة سبا، وكانت تحكمهم ولها عرش عظيم، وكانوا يعبدون الشمس من دون الله. في عهد سليمان عليه السلام بعدين ارسلت له هديه. الدين قالت لي اذا بيقبلها بيكون مش نبي، واذا ما قبلها يعني نبي. فهو ما قبلها لانه عرف ان عند الله يقدر يعطي كل شيء. وبعدين قال لهم من يقدر يجيب لي عرش من يقدر ياتيني بها؟ زين اول شيء قال له عفريت انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. بعدين ياه رجل زين قال له قبل ان يرتد اليك طرفك. بعدين احسن مقطع كلام كله في الفيلم. ما شاء الله حافظ كل شيء. هاي في سوره ايش؟ اي سوره؟ النمله. النمله. وتفقد الطيره فقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صح ولا لا؟ صح. زين احسن. زين فسليمان اعطى كتاب حتى وصله لملكة سبا بلقيس. هدهد الان شوف من الشام طار بالكتاب لين اليمن. كم ماسكه؟ كم ماسكه ولا؟ يعني اكيد مربوط في ذيلة او في رجوله او شيء. 40 كيلو. لا فوق 2000 كيلو من الشام لليمن. كم استغرق من وقت؟ انا اذكر واحد من هواة الحمام الزاجل. تعرفون الحمام الزاجل؟ اللي هو تعرفهم على بيتك؟ تعرفهم على بيتك بعدين لما تاخذهم معك في اي مكان ثاني تعطيهم رساله هم يرجعون لنفس البيت اللي انت كنت فيه. المهم الحمام الزاجل يقول لك مره جبنا طار من القصيم في السعوديه الى الدوحه من الصبح لين الليل وصل، مع ان المسافه فوق 800 كيلو. اي اسرع لها الهدهد ولا الحمام الزاجل؟ الزاجل. لان سليمان كان يقدر يسخر له الريح تودي له. ماشي الله اعلم. المهم مسافه طويله لازم اكيد يستريح. صح. اكيد ياكل. الزاجل اسرع. الزاجل اسرع يمكن يستحمل الاكل يمكن عطش. الله اعلم. المهم سرعه خاطفه. بعد ذلك طبعا لما جاءت اليه وكذا في الاخير تعرفون القصه اسلم. كان يحكم اليمن التبابعة. التبابعة لقب. شوف كل من حكم اليمن يسمى تبع. اللي حكم مصر كافر يسمى فرعون. اللي اسمه تبان اسد. اي احسن. واللي حكم الحبشة يسمى النجاشي. واللي حكم الجزيرة والشام يسمى قيصر. واللي حكم فارس يسمى كسرى. واللي حكم الهند يسموها انا بطليموس. نعيد مرة ثانية. بطليموس. اللي حكم اليمن يسمى إيش؟ طبع. لا. طبع. ومصر. فرعون. فرعون.
والحبشة نجاشي سنتو. والجزيرة مع الشام قيصر. قيصر. وفارس كسرى. 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 وعندك بعد ذلك الهند ايش؟ بطلش. بطل ليموس. بطل ليموس. بطل ليموس. بطل ليموس. بطل ليموس. ترى ما نطقت زين بخليك تسوي ضغط 10 مرات زين؟ زين. آخر مرة بطل ليموس. بطل ليموس. طالع هناك. أحسن. شو اسمه عامر؟ ما شاء الله على عامر. بطل ليموس ارفع صوتك. بطل ليموس. ما شاء الله لا تغشش ترى ها؟ ما غششت والله. ما غششت. الحمد لله. طيب فكان من بين الحكام تبان أسعد أبو كرب. شو اسمه؟ أسعد أبو كرب. أسعد تبان أسعد أبو كرب. كان ملك في اليمن. وهذا راح مر بالمدينة وراح يغزو الشرق ثم رجع. وتأثر بحبريني من اليهود. تعرفون إيش معنى حبرين؟ حبر يهودي. حبر حبر. مش حبر يبا. حبر. الشيخ من المطوع مع اليهود. شيخ يهودي. المهم تأثر بهم وبعدين راح مكة كسرها كسر الكعبة. وبعد ذلك راح بهم من اليمن. دعا أهل اليمن يترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده إن يعبدون الله وحده وتكون عبادة الأوثان. كان عندهم بيت لوثان الأصنام يعني بيت يكون عبادة الله. فقال لهم لا أنتوا عبدوا الله وهذه الأوثان لا تعبدونها. فإيش صار؟ كان عندهم أيضا بيت يسمى رئام. شو اسمه؟ رئام. رئام. كان يكلمون منه يسمعون واحد يكلمهم. فالحبرين قال يا تبع هذا اللي يكلمهم شيطان. قال يلا شأنكم. فاستخرجوا منه كلبا أسود ذبحه. شو ذبحوا؟ شين. شون يا عامر؟ شين. شو؟ صوت الذبح شون؟ شيك. كل بالصوت عالي عاد. أيوة. شيك. زين. فذبحوا. بعدين يقول ابن كثير فبقاياه اليوم ذكر لي إن في عليه آثار جمال. شو اسم البيت هذا؟ شاك. شاك. لا. اسم البيت ايش؟ كلب. رئام. 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 انت حين تذكرت صوت الذبح ونسيت اسم البيت. ها؟ زي صوت الذبح شو يذبحونه؟ رئام. شيك. طيب بعد ذلك طبعا جاء حكام اخرين وجاء عليهم واحد اسمه دون واس. في عهده جرت قصة ايش؟ اصحاب اصحاب الاخدود. في اي سورة؟ أصحاب البروج. 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 ذات البروج. واليوم من يعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود. المهم الحاضرين ما شاء الله زين. المهم جرت هذه الحادثة وأحرق فيها كم واحد؟ 20,000. 20,000 نفر. استطاع واحد يهرب. شلون ذاك وبلغ النجار؟ طبعا هذين اللي 20,000 نفر كانها كان يعني تنصروا من النصارى. هو ما بغى هذا من نصرانية نصارى اي كانت اليهودية ثم النصرانية فتنصروا فأحرقوا. فاستطاع واحد بسرعة يدق سلف يدق سلف. المهم وهذا قبل الإسلام. فهرب هذا الشخص لين وصل لوين؟ اليمن. إلى قيصر ملك الروم. فقال له القصة. قال له لا ماشي أنا بلادك بعيد عن بلادي لكن ممكن أطرشك للنجاشي هو على ديننا. راح للنجاشي أرجوك بين مسافر بعيدة ها هو واحد وحيد. والنجاشي بعث معاه حملة فيها آلاف مؤلفة وأطرش عليهم واحد اسمه أرياط. شو اسمه؟ أرياط. أرياط. دخلوا اليمن واستولوا على اليمن. زين؟ وهذول كانوا نصارى صح؟ ولا لا؟ إيه. الآن أنتم متفقين ولا لا؟ إيه. يعني عقاب إنه هو سوى الملحمة هذه كلها اللي فيها 20,000 شخص إنه يجون يحتلون بلدة كاملة. إيه رب العالمين. رب العالمين. فكان على هذه الحملة أرياط. زين؟ أرياط. فبعدين جاء أبرهة كان في الجيش. وتقاتل معه وقتله واستولى على الجيش. أبرهة إيش سوى؟ تذكرون قصته؟ راح هدم الكعبة. الكعبة حتى يدمها.
فالله عزل عليه طير الأبابيل ترميهم بحجارتهم من نار خلاص هلك مات. ثم بعد ذلك راح سيف بن ذي يزن شو اسمه؟ سيف الدين يزن سيف بن ذي يزن سيف بن ذي يزن إلى فارس إلى كسرى أرجوك تعال أطرد الحبشة ذولا واستولي أنت على اليمن لأنه كان هو أصلا يعني كان هو اللي يعني الحكم حقه اي عند كان شريف من الاشراف وسيد السادات فكسرى بعث معه هاي كسرت لا بعث معه المسجونين في السجن من المجرمين وراحوا معه وقاتلوا الحبشه وطردوهم واستولوا على اليمن واصبحت اليمن في حكم ايش الفرس كان يحكمها من قبل كسرى واحد اسمه ايش باذان شو اسمه باذان طبعا مات جاء اقول باذان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتاب الى كسرى يدعوه الى الاسلام فكسرى ايش مزق الكتاب فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعا لمزق وكل ممزق فكسرى بعث الى والي في اليمن باذان ان ابعث رجلين الى هذا الرجل اللي يدعي النبوه وجيبوا لي بعث رجلين فلما شافوه شكله طيب فقال إن ربي قتل ربكم الليلة بمعنى الحديث كما قال اصبر فرجعوا إلى باذان قال لنا هذا محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فقاموا يحسبون شافوا إن فعلا كسرى قتل في هذه الليلة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قتله بنوه قتله إيش بنوه فأسلم باذان جاء بعد شهر ابن باذان ابن أم شهر أيضا تم أيضا والي على اليمن إلى أن جاء بعد ذلك الأسود العنسي ودعا النبوة واستولى على اليمن واستولى على زوجة شهر باذان قتل شهر باذان واستولى على زوجتها فاسم زوجته اتفقت مع بعض الناس الطيبين أن يعني ينقبون غرفة النوم من برع هي من داخل ويدخلوا عليه في الليل ونايم ذبحوا عمر قول الصوت انت تعرف الصوت قولي بصوت عالي عاد شيك ها زين فقتلوه فبعد ذلك هذا الاسود العنسي اللي يدعى النبوه بعدين واحد المرتدين صح؟ ايه مرتد طبعا فقام واحد الصالحين خذ الراس وعند اذان الصبح قط من فوق السور وقائلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان هيعلته كذاب هيعلته هو اسم الاسود ايش؟ العنسي وخلاص استقرت الامور الاسلام والمسلمين في اليمن في تلك الايام والحمد لله عندكم سؤال؟ هل كان الاسود العنسي يعني مطرش من احد او لا من الناس ادعى النبوه هل كسرى يقرروا يا واحد ان انتم تعالوا تقولوا ان انا نبي لا استولى على اليمن وادعى النبوه وكان يرغب الناس ويرهبهم طب ليش الاحداث وايد وتبعه قومه هكذا طب ليش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسيف بسيف طب هل كسرى؟ زين ليش خذه براسه قطوه؟ قطوه حتى يقولون لاصحابها هاي نبيكم يزعو. ليش هل كسرى اللي كان اللي مزق الورقه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه عشان يسلم، هل هو نفس كسرى اللي الرسول قال لاحد؟ يزدجرت هذا. ها؟ اسمه يزدجرت. يزدجرت، هل هو نفس الشخص اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص لصاحب من اصحاب ايامها انه هو كان بيعطي صوري كسرى اذا اسلم؟ لما كان هو رايح هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه رايحين المدينه جاء واحد تعقب مكانه بعدين هو قال له لو قلت لو ما قلت لو اسلمت وما قلت لقريش عن مكاننا بعطيك سواري كسرى هل هو نفسه كسرى نفسه كسرى؟ زين جزاكم الله خير يا شباب على التجاوب وان شاء الله معكم في حلقه ثانيه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. انهبت الريح على بعضهم، امتنعت عيناي من الغمام.